تقول تجربتك مع مجدي سميري كمساعد مخرج في عمل مع بعضكم، شنو 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 اضافت لك جميل؟ مهم انه تكون في تجارب كيما هكا. اي بيان سور، مجدي خويا الصغير هذاك ديجا نحبه ياسر ياسر ياسر، حيوه برشا برشا مجدي. مجدي وقتها جبته في نجوم الليل، في نجوم الليل وي. كان اكتشافي وقتها، اكتشفته وتغرم بالدومين وواحد كان مغروم بالدانس وبالشان، كان يعمل بريك ويغني وكان داير، هو اللي غنى الغنية نجوم الليل وقتها. مجدي جبته انفيتي في الخيمة في حنبع الوقت. شكون انا؟ انا انت وقتها مازال وتبارك الله معناتها من بعد بعد يخدم دا يعمل في حاجات. احنا ما عندناش لا صغير لا كبير عفيف، عندك عندك ولا ما عندكش؟ بالحق لا اليوم علاش سالتك هكا؟ لانه فما مثلا يقول لك انا ليه انا توا مخرج ما نمشيش نخدم مساعد مخرج في عمل اخر. با دي تو با دي تو، لا لا با دي تو، انا بالكومبيتونس نتاع العبد دونك كانوا كونسيون كومبيتون دونك نمشي معاه. لا لا بالحق معناتها عنده افكار، عنده فازات، عنده تقربيعات، ما معناتها حتى كي يحكيهم لك تقول قاعد يحكي هذا، برشا احلام برشا فازات. اللي